حقيقة خبر وفاة الشيخ محمد العريفي، ابقوا معنا. ضجت المواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى مع خبر وفاة الشيخ الدكتور محمد العريفي جراء تعرضه لمشكلة صحية مفاجئة في إحدى مستشفيات العاصمة الرياض. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فإن الشيخ محمد العريفي كان يعاني من مرض خطير جدا، مما جعله يجلس على الفراش ولا يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن ناحية أخرى، نفت المصادر السعودية المقربة من الشيخ محمد العريفي هذا الخبر، وقالت أنها مجرد إشاعة كاذبة غير صحيحة، وأن الشيخ لم يمت وأنه بصحة جيدة. ونذكر أيضا أن الشيخ محمد العريفي داعية إسلامي سعودي حاصل على درجة الدكتوراه في المعتقدات والمذاهب المعاصرة، وله حضور إعلامي كبير. ونذكر أيضا أن الشيخ محمد العريفي لديه حساب على مواقع التواصل الاجتماعي هو أكثر شعبية، ولديه أكثر من 21 مليون متابع. رحم الله العلماء في مشارق الأرض ومغاربها. إذا أردت متابعة المزيد من هذه الفيديوهات، اشترك في القناة ليصلك كل جديد.